لم تكد سوريا تنهض من تحت أنقاض الاحتلال العثماني الذي جثم على صدور أبنائها أكثر من 4 قرون، حتى وجدت نفسها فريسة مخططات وأطماع احتلالية جديدة فرضها واقع الحرب العالمية الأولى وما بعدها، والذي تمخض عن نظام استعماري جديد تحت اسم الانتداب اقتسمت بموجبه الدول المنتصرة في الحرب الأراضي التي تحررت حديثاً من الهيمنة العثمانية. فكانت اتفاقية سايكس بيكو التي وقعت سوريا بموجبها تحت الاحتلال الفرنسي عام 1920. ومع نزول أول جندي فرنسي في الساحل السوري بدأت المقاومة فردياً وجماعياً ضد الاحتلال، وشهدت سوريا ملاحم بطولية في مقارعة الفرنسيين، كان أبرزها معركة ميسلون بقيادة وزير الحربية آنذاك يوسف العظمة، والتي مثلت رغم انتصار الفرنسيين فيها علامة فارقة في التاريخ النضالي ضد الاستعمار، وكانت مؤشراً بارزاً على عدم تقبل السوريين الاستسلام لمغتصب آخر لأرضهم. بعد انتصارها بمعركة ميسلون في تموز يوليو عام 1920، لجأت فرنسا إلى تجزئة سوريا لعدة دول وكيانات مستقلة، وهي دولة دمشق، دولة حلب، دولة العلويين، دولة لبنان الكبير، دولة جبل الدروز، ولواء الإسكندرون المستقل. وأعطيت الأقاليم السورية الشمالية لتركيا الأتاتوركية خلال معاهدة أنقرة وترسيم الحدود بين فرنسا المحتلة وتركيا، فيما لجأ الجنرال الفرنسي هنري غورو القائد العسكري والمفوض السامي على سوريا إلى السياسة التي اتبعها الجنرال اليوتي في المغرب لتمزيق الوحدة الوطنية بسوريا وإضعاف المقاومة ضد الاحتلال، وهي سياسة تقوم على عزل المكونات الدينية والإثنية المتماسكة عن التيار الرئيسي في البلاد بحجة الدفاع عن حقوقها وإنصافها، كما تقوم على تأليب الريف ضد المدن والبدو ضد الحضر. وكرد فعل على السياسات الدكتاتورية العسكرية التي اتبعها الاحتلال الفرنسي بسوريا بدءا باحتلالها وتمزيقها لعدة دويلات وإلغاء الحريات وملاحقة الوطنيين وإثارة النزعات الطائفية ومحاربة الثقافات الأصلية ومحاولة فرنسة البلاد ونهب مواردها وثرواتها، وصولا إلى رفض الاحتلال عقد اتفاق مع القوى الوطنية لتحديد برنامج زمني لاستقلال سوريا. انطلقت الثورة السورية كبرى في 21 من تموز يوليو عام 1925 بقيادة ثوار جبل العرب في السويداء جنوبي البلاد، وانضم تحت لوائهم مئات الثوار من مختلف مناطق سوريا ولبنان والأردن تحت قيادة المناضل الدرزي سلطان باشا الأطرش. قبل ذلك كان الكولونيل كاترو الذي أوفده غورو إلى جبل العرب يسعى إلى عزل الدروز عن الحركة الوطنية السورية، فأبرم في 4 من آذار مارس عام 1921 معاهدة مع العشائر الدرزية نصت على أن يؤلف جبل الدروز وحدة إدارية خاصة مستقلة عن دولة دمشق، لها حاكم محلي ومجلس تمثيلي منتخبان، مقابل اعتراف الدروز بالانتداب الفرنسي. ونتيجة المعاهدة جرى تعيين سليم الأطرش كأول حاكم درزي للجبل. أما المقدمات الحقيقية للثورة السورية الكبرى فقد بدأت في 22 من حزيران يونيو عام 1921 بمحاولة اغتيال الجنرال غورو من قبل مجموعة من الثوار قادها أحمد مريود، وكان فيها اللبناني أدهم خنجر، وذلك أثناء توجه غورو رفقة رئيس الوزراء وحاكم دمشق حق العظم إلى القنيطرة، لكن غورو نجا من القتل بينما قتل وأصيب عدد من عناصر حمايته. وفي العام التالي لهذه المحاولة التجأ أدهم خنجر إلى سلطان الأطرش، إلا أن الفرنسيين هاجموا دار الأطرش في قرية القرية أثناء غيابه في 7 من تموز يوليو عام 1922، واعتقلوا خنجر بتهمة المشاركة في محاولة اغتيال غورو، لكن هذه الحادثة كان لها وقع كبير في نفس الأطرش الذي جهز قوة كبيرة وحاصر الحامية الفرنسية في قلعة السويداء من
ثلاثة جهات، واشتبك مع الفرنسيين في معركة تل الحديد التي أبيدت فيها فرقة الضابط بوكسان، وتم تدمير 4 مصفحات وأسر 6 جنود رداً على اعتقال خنجر. حاصرت القوات الفرنسية السويداء وعمدت إلى الخديعة، فأعلنت استعدادها للإفراج عن خنجر مقابل إطلاق سراح الجنود الفرنسيين بعد تسلمها الأسرى، وأرسلت فرنسا خنجر للإعدام في بيروت، وبدأت الطائرات الفرنسية قصف مراكز الثوار لفك الحصار عن قلعة السويداء، ودمرت دار سلطان الأطرش جراء القصف. وبعد عام من القتال على شكل حرب عصابات ضد الاحتلال وجراء القوة المفرطة التي استخدمها الفرنسيون لإخضاع ثوار الجبل، لجأ الأطرش للأردن مدة 2 سنين عمل فيها على شحذ الهمم وجمع الرجال لمقاتلة الفرنسيين، فعاد للجبل وتحت ضغط بريطانيا سلم نفسه للفرنسيين عام 1923 بعد أن اتفق معهم على عقد هدنة، وكان قد اكتسب شعبية هائلة أسهمت لاحقاً في تمكنه من استئناف القتال بزخم أكبر وإصرار على تحقيق أهداف الثورة. عام 1924 توفي سليم الأطرش مسموماً في دمشق، فعين الفرنسيون الكابتن كاربييه حاكماً على الجبل خلافاً للاتفاق المبرم مع الدروز، حيث راح ينكل بالأهالي ويعرضهم للسجن وأعمال السخرة والملاحقة، وعمل على إثارة أهالي الجبل ضد بعض العائلات وعلى رأسها آل الأطرش، ما دفع أهالي مدينة السويداء إلى الخروج في مظاهرة عارمة ضد ممارسات الفرنسيين، وهو ما عجل باندلاع الثورة. في 6 حزيران يونيو عام 1925 أرسل أهالي الجبل وفداً إلى بيروت لتقديم وثيقة تطالب المفوض السامي موريس بول ساراي بتعيين حاكم درزي على الجبل بدلاً من الكابتن كاربييه الذي كان يخصص رجالاً لضرب الناس وإهانتهم واعتقال الوجهاء والأعيان وتعذيبهم وإذلالهم والاعتداء على الموظفين المدنيين وفرض الإتاوات والغرامات دون وجه حق وترويع المدنيين بإطلاق الرصاص والمداهمات. لكن ساراي طرد وفد الجبل ورفض مقابلتهم، وأخطرهم بضرورة مغادرة بيروت والعودة إلى بلادهم سريعا وإلا نفاهم إلى تدمر، فعمد سلطان باشا الأطرش لعقد اجتماع في السويداء، وطافت المظاهرات أنحاء الجبل، وجرى التواصل مع عدد من الزعماء السياسيين في دمشق وعلى رأسهم الدكتور عبد الرحمن الشهبندر رئيس حزب الشعب لإشعال نار الثورة في عموم سوريا وتشتيت القوات المحتلة جغرافياً وإضعاف قوتها وتخفيف الضغط على العاصمة دمشق وجبل العرب من أجل طرد الفرنسيين وتحقيق الاستقلال وإعادة الوحدة. اتفقوا مع زعماء البلاد على أن الجبل يكون مستقل استقلال إداري مالي. نعم، وعلى الأساس تشكلت حكومة في الجبل، والمحافظ يكون أبناء الوطن. نعم، حكومة يعني دوائر رسمية. بعدين الفرنسويين صاروا يصرفوا تصرفات ما صالحة، ما بتتناسب مع حالة البلاد. اي نعم، صاروا يضغطوا على الرؤساء على الزعماء، يعني ما تحملوا الشيء هذا كله. صاروا يجتمعوا الزعماء البلاد يبحثوا في الامور انه شو بيخلصنا من الفرنسويين غير الثورة. صار اتفاق على فسح نطاق الثورة. إجا نسيب البكري، إجا أبو محي الدين شعبان، إجا أبو قاسم محمد درغباني، إجا محمود خيتي، هذول الشيخ محمد الأشمل، كل هذول اتفقوا. أي نعم، يعني من سنة 1935 لسنة 1937 حتى أجبرنا الفرنسيين يعترفوا باستقلال البلاد.
تواصل الشهبندر مع الزعيم إبراهيم هنانو في المنطقة الشمالية، كما اجتمع مع المناضل محمد بك العياش في دمشق، واتفق معه على مد الثورة إلى المنطقة الشرقية. فشكل العياش مجموعة ثورية للضرب الفرنسيين في دير الزور، وتمكن الثوار من توجيه ضربات موجعة للفرنسيين، وقتلوا عددا من الضباط في منطقة عين البو على طريق دير الزور الرقة، لترد الطائرات الفرنسية بقصف القرى وتدميرها على رؤوس ساكنيها. فحكم الثوار وعوقب آل عياش بين السجن والنفي والإعدام والاغتيال. وفي حماة أعلن فوز القوقجي في الرابع من تشرين الأول أكتوبر عام 1925 الثورة ضد الفرنسيين بعد التوصل مع الشهبندر، وكاد يسيطر على المحافظة لولا قصف الطائرات العنيف للأحياء السكنية. فخرج إلى البادية وحقق انتصارات مهمة وأنزل خسائر فادحة بالفرنسيين، حتى أسند إليه مجلس الثورة الوطني قيادة الثورة في منطقة الغوطة ومنحه سلطات واسعة. مع كل هذه المتغيرات المتسارعة، عادت فرنسا إلى ممارسة الخديعة ضد الثوار، فاستدعت بعضاً من زعماء الجبل بحجة التباحث معهم بشأن مطالبهم في 11 من تموز يوليو عام 1925 لتقوم باعتقالهم ونفيهم إلى تدمر والحسكة. ونتيجة لهذه السياسات والممارسات الفرنسية، أعلن سلطان باشا الأطرش قيام الثورة في 21 من تموز يوليو عام 1925 من خلال إذاعة بيان سياسي وعسكري جاء فيه: أيها السوريون، تذكروا أجدادكم وتاريخكم وشهداءكم وشرفكم القومي، تذكروا أن يد الله مع الجماعة وأن إرادة الشعب من إرادة الله، وإن الأمم المتمدنة الناهضة لن تنالها يد البغي. لقد نهب المستعمرون أموالنا واستأثروا بمنافع بلادنا، وأقاموا الحواجز الضارة بين وطننا الواحد، وقسمونا إلى شعوب وطوائف ودويلات، وحالوا بيننا وبين حرية الدين والفكر والضمير وحرية التجارة والسفر حتى في بلادنا وأقاليمنا. إلى السلاح أيها الوطنيون، إلى السلاح تحقيقا لأمان البلاد، إلى السلاح تأييدا لسيادة الشعب وحرية الأمة، إلى السلاح بعدما سلب الأجنبي حقوقكم واستعبد بلادكم ونقض عهودكم ولم يحافظ على شرف الوعود الرسمية وتناسى الأمان القومية، فلنستأنف جهادنا المشروع بالسيف بعد أن سكت القلم ولا يضيع حق وراءه مطالب. كانت الشرارة الأولى للثورة قد انطلقت في 20 من الشهر ذاته بقرية أم الرمان في ريف السويداء، حيث علمت فرنسا بوجود الأطرش في القرية وأرسلت طائرات لقصفها، وتمكن الثوار من إسقاط طائرتين وأسر أحد الطيارين، وهاجموا الحامية الفرنسية في قلعة صلخد وأحرقوا دار البعثة الفرنسية، كما انقضوا على الحامية الفرنسية بقيادة نورمان في الكفر، ودارت معركة نحو نصف ساعة أسفرت عن سقوط 54 شهيداً من الثوار، منهم مصطفى الأطرش شقيق سلطان باشا الأطرش، ومقتل نورمان قائد الحملة ومئات الجنود الفرنسيين، إلا أن فرنسا لم تعترف إلا ب 172 قتيلاً. كان من أبرز مطالب الثورة السورية الكبرى وحدة البلاد السورية بساحلها وداخلها، والاعتراف بدولة سوريا عربية واحدة مستقلة استقلالا تاما، قيام حكومة شعبية تجمع المجلس التأسيسي لوضع قانون أساسي على مبدأ سيادة الأمة سيادة مطلقة، سحب القوى المحتلة من البلاد السورية وتشكيل جيش وطني لحفظ الأمن، تأييد مبادئ الثورة الفرنسية وحقوق الإنسان في الحرية والمساواة والأخاء. بعد الهزيمة الفرنسية المدوية في السويداء، أمر سراي بتجهيز حملة كبيرة لتأديب الثوار يتجاوز عددها 5000 جندي، وعلى رأسها الجنرال ميشو، وهي مجهزة بأحسن العتاد وأحدث الآلات ومدعومة بالطائرات الحربية. وفي اليوم الأول من آب أغسطس عام 1925 اشتبكت الحملة مع الثوار في بلدة إزرع وكبدتهم خسائر كبيرة، وبحلول المساء هجم الثوار خرت الحامية الفرنسية واستولوا عليها بما فيها من ذخائر ومؤن. وفي الصباح التالي اشتبك الطرفان في معركة المزرعة وأبيد معظم عناصر الحملة الفرنسية وفر الباقون إلى دمشق.
في 17 من أيلول عام 1925 هاجم الثوار الحملة الفرنسية في قرية المسيفرة وقتلوا أكثر من 900 جندي واستولوا على عتاد وآليات، ثم دارت معارك بين الثوار والقوات الفرنسية الزاحفة باتجاه السويداء، واضطر الفرنسيون بعد احتلال مؤقت للمدينة إلى الانسحاب بعد أن قررت قيادة الثورة مد نطاقها إلى الشمال لتخفيف الضغط عن الجبل. كانت المعارك محتدمة ضد الفرنسيين في حماة بقيادة فوز القوقجي وفي غوطة دمشق بقيادة حسن الخراط، حيث تكبد الفرنسيون خسائر كبيرة دفعت المفوض السامي ساراي إلى توجيه أوامر لقواته بضرب دمشق بالمدافع، فدمر أكثر من 600 منزل ونهب الفرنسيون المخازن والمحال، وقد وصل الثوار إلى قصر العظم لخطف ساراي، لكنه فر قبل وصولهم، واستمرت المعارك في الغوطة والنبك ومناطق أخرى بريف دمشق، وسيطر ثوار الجبل على إقليم البلان وبلدة حصبية دون مقاومة من الفرنسيين، ثم توجهوا لبلدة رشية وتمكنوا من دخول قلعتها بعد قتال شديد. دخل الثوار بعد ذلك مرحلة الاستنزاف مع امتداد أمد الثورة، وعانوا من نقص الذخيرة والمؤن، وهو ما ساعد القوات الفرنسية على تشديد الخناق عليهم بجلب المزيد من التعزيزات العسكرية، مما اضطر الثوار للنزوح إلى الأزرق في إمارة شرق الأردن، ولم يمكنهم الإنجليز من المكوث طويلا، فنزح سلطان الأطرش ومن معه من الثوار إلى وادي السرحان والنبك شمال السعودية، ثم إلى الكرك في الأردن، وقد رفض تسليم سلاحه إلى المستعمر وحكم عليه بالإعدام. أصدرت فرنسا عفواً شاملاً عن كل الثوار إثر توقيع المعاهدة السورية الفرنسية عام 1936، فعاد سلطان الأطرش ورفاقه إلى الوطن واستقبلوا في دمشق في 18 من أيار مايو عام 1937 باحتفالات شعبية كبيرة، ولم يغادر الأطرش سوريا حتى توفي في 26 من آذار مارس عام 1982 عن عمر ناهز 91 عاما. كان مأتمه يوما تاريخيا مشهودا، حشد أكثر من نصف مليون من المشيعين، وحمل نعشه في طائرة مروحية حلقت فوق مواقع المعارك الخالدة التي خاضها، ودفن في قريته القرية محمولا على عربة مدفع، مكللا بفخر البطولات التي سطرتها الثورة السورية والتي أفضت بعد تحولها من النضال العسكري للسياسي إلى استقلال سوريا وعودتها موحدة جلاء آخر جندي للاحتلال الفرنسي في نيسان أبريل عام 1946، فيما اغتيل العقل المدبر للثورة عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 في عيادته بدمشق بعد عودته من المنفى على يد مجهولين.